يا الله، السلام عليكم شباب، قواكم الله، شلونكم، شو اخباركم، عساكم بخير. اليوم الحلقه شويه تختلف. اليوم جايني ضيف من دوله الكويت الشقيقه، طبعا محبه باهل البصره ومحبه بيني كونا احنا نمثل البصره ودائما نصور وننشر الصيد مالتنا ولهجتنا الحلوه اللي يحبونها، يعني الكويت والخليج كذلك. فاليوم نورنا واجانا من دولة الكويت، وهسه احنا رايحين ان شاء الله طالعين رحلة. طبعا ما اخذ على اكثر، احنا خذينا السمكة وراح نروح نشويها بشط العرب، على ضفاف شط العرب باب الخصيب راح اخذه هناك، وكذلك نذب شوية بلد وان شاء الله تعجبكم حبايبي. شلونكم متابعينا الاعزاء، متابعين قناة الاستاذ الحبيب الصياد العملاق الكبير وسام الزينبي الغالي. نبدأ شوي ويا ابو فواز الغالي. ابو فواز طبعا يستحي شويه يطلع بالسوشيال ميديا. تابعوا يانا وشوفوا شنو راح يصير. يا الله شباب، مثل ما تشوفون هسه جينا ربطنا شويه راح عند البلد. شنو الوضع حبيبي؟ حبيبي الوضع فول الفول، والاجواء الاجواء فول الفول. ابو فواز شنو الاجواء؟ سولف لي. عجيب الاجواء، حلوه. ابو الميد واحد على واحد، واحد على واحد. يا الله خلينا نشوف شنو نصيد، واذا صدنا ان شاء الله راح نصور لكم. ولا تنسونا من هذا الواحد بعد عمكم، هذا اللي تقول له هيك يقول فوش شو اسمه؟ لايك. اللايك الويك الويك، ثواب لاهلكم. يلا حبايبي تابعونا. ابو فواز شنو اجيت؟ اجيت ها ماكو شن شيخ بشر. اه حبيبي ان شاء الله الرزق على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. والسمكه ماكو، بس شو نسوي بعد؟ اهم شيء المنسى ها؟ اي اهم شيء هسه السمكه، غير تعطي لنا لايك. ايش مالك انت يعني هسه جاي نذب لك روبيان، نذب لك عجين، انطي لنا لايك. والله مدللها دلال. يا والله يا الله شباب، مثل ما تشوفون صيد ماكو. هسه رايحين وين انا والشيخ؟ رايحين نشوي عمي. عمي رايحين نشوي هسه بعد، رايحين نشوي يعني نرتب الحطبات ترتيبات، وان شاء الله راجعينها اذا النواهس نرجع نصيد. بس تعالوا شوفوا الشوي هسه استاذ وسام. هسه البعض يشوف الفيديو يقول ذولا والله فارغين. ليش فارغين؟ بالعكس، بس ثقوا بالله. لا مو بس على مود اطلع، اولا احنا يعني وين نروح؟ احنا أيوه العراقيين ترى فرحتنا أيوه على الشاط، على الشاط كلها مأساة. طاقات السلبيه تفرغها كلها هنا. أيوه شنو عندك؟ وتاخذ الايجابيات تحطن وين؟ بجيب 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 يا ابويا. يلا شنو نروح نتغدى؟ اي نروح نتغدى هسه. خل راويكم الاجواء شويه بشط العرب، رايحين على بدايه ابو الخصيب ان شاء الله، وتعالوا وياني وخلي نشوف حبايبي. ولا تنسون الواحدي. هسه وصلنا للبستان، يلا راح ننزل ونراويكم الاجواء. شو تقول ابو فواز؟ الله ما لا تعلق هو يا شيخ. ها؟ والله اجواء جدا عجيبه. اجواء عجيبه. هلا شوي اشويكم، شوي الشمس ما تشويكم انا اشويكم. بعدين عالج زين، ما صار بيك شيء ابو فواز؟ اي والله لا، ما كل العافيه. غسله 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 وسام، دير بالك دير بالك. لا ان شاء الله ماكو شيء، ماكو لا ماكو العافيه. سلامتك ابو فواز. الله يسلمك. كله من ورا الهاوزين. شوي 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 شوي. الله يرحم والديك وسام. شوي شوي. عاشت ايدك وسام. خلاص ما راح. لا لا يلا يلا. راح اظل هنا ما ارد. راح تبقى هنا ابو فواز؟ راح اقعد هنا ما ارد. يا الله شباب، مثل ما تشوفون جينا بالبستان هذا انا وابو فواز وابو بلال وميدو. هنا انا راح نشوي، طبعا هاي النار شعلناها هسه. شباب هسه ايش راح نسوي؟ عم فواز إيه نغسلها، نغسلها شويه عن الدم وهالتفاصيل. ها جنها ترجع عدل وترجع تسبح وتروح. ها عدل فيف كذي، والماي مالح من قاع مملحه. انا ما نحتاج ملح. ها ما نحتاج ملح. اي والله. يا الله شباب مثل ما تشوفون شنو نسوي انا وفواز. وصلناها سمكه، شوف طلعت ثلج ما شاء الله، وهاي الجمريه مالتنا ان شاء الله بس شويه وتكمل جمري. بس شويه. ابو فواز الله، طبعا فواز مصاب هنا. ايش راح نسوي هسه ابو فواز؟ نحرق المشوايه. نحرق المشوايه شويه. حلو عاشت ايدك والله، شغل عدل. يا الله شباب مثل ما تشوفون هسه اول ما بدينا خلينا السمكه حتى شنو شويه الظهر، اول ما يبدا الظهر شوفوا هذا الظهر. يا الله اي عاش عاش ابو فواز.
ها حجي عيني اغاتي راح تقلوب عاشت ايدك كانها كافي طيحها هاي شوية طيحها اها هسه شغل عدل قواك الله ابو فواز قوي حالك حبيبي شنو الاخبار والله اعتقد يا الله ايه عاشت ايدك حي الله ابو فواز قواك الله قوي حالك هسه راح اسوي الحركة الفنية ها بس ان شاء الله ما تطيح الفنيات ماتك يا الله ايوه والله معدل تمام رهمت ولا بالعكس بالعكس ابي ابو بلال تعبان شو قلبها بالعكس العيد لا نقلبها بعد هناك يا ابو بلال بس وديها لابو بلال نحطها هني شلون كذي؟ قاعد اشوفه بالعكس هذا قاعد اكمل. شتني معود. زين سكر ثانيه. قاعد تصور بعد؟ يا معود فشله سكر. كمل روح. يا الله. فشله. هسه شغل عدل. ايه. هسه شغل عدل. لا رحنا اليوم ما راح ناكل. ايش رايك فيها؟ تمام هذا شغل عدل ها؟ لا تطلع والله شغل عدل ها عاشت ايدك والله تمام لا يا جماعه ابو بلال قاعد يرتب اهم شيء الابصال هذا اهم شيء شنو يعني قبل كل شيء هذا ها؟ قبل كل شيء قوره شاي ودي المتابعين ما يدون وين اخلي هذا هنا بكيفك والله انت يمي ما له غرض هذا هو هنا لو تخلي هنا فوق ما لي غرض اقول لك عاشت ايدك ابو بلال والليمون عمي الليمون والاشباس والسفين وهناك البزونه جتكم يا وليد البزونه تريد حصتها هسه نطيها يا الله شباب وهسه بدينا نتقدم بعد ما خلصنا الشوي انا وابو فواز الغالي عاشت ايدك ابو فواز الشوي معدل بس شو ما قاعد اكلون انا اكل ليمون هنا حاط البصل هنا انا حاط شنو بالله روبوتشيبس خلنا نفتهم وانا حاط البصل اهم شيء البصل مو تصدقون ترى هاي للضحك هاي السمكه بعدها بحيلها عمي هو القباله سمك باقر غير شيء اي والله العظيم الموت عليكم وهاي الاجواء الحلوه هنا بشط العرب وتابعونا عمي ها شباب ما خلصتوا حي الله ابو فواز حييك ميدو قادر تختمها اختمها ميدو راح تسوي لي فواز قول ما يخلونا ناكل بابا إيه مبين هذا عندك تقول ماكينه ما شاميه اكل بديه الثنين والله كلش ما قلت انت مسكين ختمت هسه ختمناها بعد ما بيها كل مجال حتى البصل ماكو بس الخضار يعني حتى البصل واحد بيبسي ماكو خلص النمل فضاله كله خلاص صديق كله خلاص صديق كله خلاص صديق اهم شيء الفضاله شيء يلا اهم شيء الفضاله بالضبط هسه رتب المكان ونظفه على حسب الاصول عدل شغلك وسام انا عندي اسم حق الحلقه هي السمكة المقلوبه ايش رايك بالاسم اي والله صحيح السمكة المقلوبه انا ابو بلال تو غسل قواك الله ابو بلال قوا الله حالك حبايبنا ومتابعينا حطونا من هذا الواحد الله يموت على الواحد مللتونا عمي الخاطر هذا الواحد قضيتنا ابو الميد الواحد قضيتنا ها هي صايرين ابو فواز ايش راح تسوي هذا الزايد كله للسمك نعطي السمك عاشت ايدك شوف علف 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 وينكم الصياده العب سبحان الله شغل عادل لا احسن عندك شاي كذي اي والله ما شاء الله يا الله شباب مثل ما تشوفون قبل لا ننهي الرحله مالتنا احنا لازم ننظف كل شيء مثل ما تشوفون ابو فواز كاظ العلاقه وننظف المكان كله ماكو ما خلى شيء هاي الزباله كلها شالها مالتنا خاف وصفنا المكان وهاي النار هسه ايش راح نسوي لها راح نطفيها احسن يا الله شباب وهاي الاجواء ما شط العرب مثل ما تشوفون اجواء حلوه بس هسه راح تمطر يعني انا ابو فواز يمي همينة قاعد قواك الله ابو فواز قوي حالك شلون هالاجواء اليوم حلوه ها والله وصلنا حبيبي
بصرة حلوة. انت ضيف عزيز علينا، الله شاهد وفواز والله، يعني جاينا من الكويت عبر دولة ها؟ بس انتم زوارين. اي والله العظيم يعني اللي يجينا هنا ما يتحسن ها؟ لا هو يصح كل واحد يجي. يا الله اي واحد يجي هنا والله يستانس. لا كويتي والله انصح كل واحد يلبسه والله ترى رقيق وناس ان شاء الله نكررها باذن الله. ان شاء الله عجبتك الاجواء ان شاء الله. وايد وايد والله عجبتك. الحمد لله الحمد لله وما قصرت الحمد لله وش الف الحمد لله. يا الله شباب وهسه متوكلين على الله بعد راجعين البيت من بعد سفره جميله كانت ويا الاخوه. غالي عمي العملاق الكبير النوخذه مالتنا النوخذه الغالي والله نوخذه عملاق راح التليفون مني اجل من اللهم صل على محمد غالي محمد. هاي ختمه؟ هاي ختمه وطعم الفراوله طعم الفراوله. عمي حطوا لنا لاك للاستاذ وسام وسختوها ترى وحيد ولك وحيد ولا وحيد مالتك عمي حطوا لنا هذا الوحيد بعد عمكم بعد عمكم مهله فد وغدي لكم لازم شويه اسوي لكم تلطيف جو طبعا حبايب قلبنا تابعين على الراس. يلا شباب اللي هنا وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما تشوفون حبينا نغير جو طلعنا رحنا للصيد شويه ذبينا بلد انا وبلال وابو فواز. تحياتنا لك ابو فواز نورت البصره اليوم. ابو فواز وراي طبعا ميدو البطل الغالي لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل يا حبيبي الواحدي اي الواحدي. ان شاء الله نلتقيكم بحلقه جديده وفيديو جديد نال اعجابكم. تحياتي شباب في شنو يا عمي الله وياكم في مال ها ثمال لا ابو فواز حبيبي ميدو 10000 ريت بهذا 10000 ان شاء الله يلا ثمال لا